بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رجعت لكم، اليوم التاريخ 17 أكتوبر 2014، اللي هو دا نزل جاني فيديكس جديد، سويت بري أوردر. سامسونج حتديني 200 دولار هدية. طبعا ايش قصة ال 200 دولار؟ سامسونج عشان قالت انه احنا تأخرنا، هما ما تأخروا بس يعني قالوا تأخرنا يوم يومين، الدليفري تأخر شوية، فقالوا حنعطي الكاستمر اللي سوى بري أوردر في أمريكا حنعطيهم 200 دولار شيك حيوصل للبيت. إذا أنت سويت تريد إن اللي هو رجع اديتهم جوالك القديم، يا نوت 3 أو نوت 2 أو نوت 1 أو ممكن أبل بأي أنواعها. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح النوت 4. قبل أن نفتحه حكتب لكم في الديسكريبشن تحت كيف تأخذوا ال 200 دولار. أول شيء نفتح ده على المطرقة هذه، يمكن أكسر فيها الجوال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشريحة. طبعا عشان سامسونج تحس بالعميل وبتخليه يرتاح، حاطين هذه الفتحتين اللي هنا عشان تطلع الجوال بكل سهولة وما في أي احتمالية يطيح منك، مو زي الفيديوهات اللي شفناها لما تفك الآيفون يفكه كذا يقعد يتشحته عشان يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. استكرات من الهدايا ما ادري ليه حاطينها يعني. هذا النوت 3، نوت 4 قصدي، ما ادري ليه ماسك معايا نوت 3. اوكي نشوف ايش في في البوكس. كالعاده كتالوج اللي ما ينقري. هذا يو اس بي 2، الكيبل يو اس بي 2. انا يعني متفاجئ صراحه ليش سووا داونجريد للمخرج حق اليو اس بي 3، شالوه حطوا يو اس بي 2، يمكن عشان ما في مكان عشان البصمه وكذا، الله اعلم. هذه البطاريه 3220. طبعا الهاردوير حكتب تفاصيله تحت لانه في ناس كثير ما تهمها التفاصيل، تهمها المزايا اكثر. وهذه السماعه المعتادين نشوفها. هذا الشيء جدا مهم، هذه اللي هي حق الاس بن، البلاستيك حق الاس بن اللي هي هذه الحساسات، فاذا خربت ولا انأكلت ولا انت كنت معصب وشلتها او جاء واحد من حقون الايفون جاب يجربها وخرب لك هي كده بس يتغلس عليك، فيمديك عندك هنا 6 أو 5 تفكها بالحديده هذه وتركب الجديده، بدل ما تروح تشتري قلم جديد كامل يضحكوا عليك، تشتري من جرير ولا من اي كان. وهذا التشارجر السريع جدا، هذا الجديد هذا القديم. طبعا في امريكا يجي كذا خطين، مو زي عندنا اوفرسيز يجي المدور المعتاد يعني، فاطول شويه يمكن 1 سنتي شيء زي كذا، فهذا دلاله على انه شغال كويس شكله. بس هذا الكرتون ما في شيء ثاني، اخر الكرتون كذا شويه طارية. نقول بسم الله. طبعا انا هسوي سكيب للاشياء السيتنج، فحنبدا اول شيء بالشكل الخارجي. الشكل الخارجي هذا النوت 3، هذه النغمه حقتي الموبايل، هذا النوت 3 وهذا النوت 4. الشكل ما يختلف كثير بس اللي حق البصمه حق نبضات القلب، وهذه اللي تصور بيها السيلفي. عندك الكفر الخلفي هنا يجي خشن شويه وسهل الخدش، هذا يجي ناعم ومقاوم للخدش اكثر من القديم. طبعا ما يحتاج اقول لكم انه اختلف القديم بلاستيك. ولمعلوميتكم القديم فاز في افضل جهاز لعام 2013 من ناحيه الاستحمال، النوبندنج ما ينطعج لو ايش ما سويت، فاز على كل الاجهزه اللي موجوده في الدنيا. النوت 4 ماسك في الصداره بس الى الان ما قالوا يعني هو اللي فاز ولا لا. طبعا نحاول نسوي له بيندينج، ما حيصير له شيء لانه الميتل اللي هو الالمنيوم جدا قوي، وتشوفوا هنا جدا متين على الاطراف اللي هو الالمنيوم، فصعب جدا انه ينطعج، واذا انطعج لا قدر الله يمديك ترجعه بسهوله وما ينكسر زي الايفون 6 بلس، شفنا كل العالم والاخبار الدنيا تكلمت عليه. فعشان كده ايوه هذا الصوت عشان لو القلم بعيد. طيب
نبدا في المميزات، وايش الفرق بين الفور والثري من ناحيه الاستعمال. اول حاجه هذا سوفت وير كيت كات 4.4.4 وهذا 4.4.3. ايش اللي يفرق؟ اللي يفرق انه هذا السوفت وير جدا مختلف من ناحيه السيتنج، زي ما انتم شايفين في اشياء اكثر. والشيء اللي انا شفته انضاف وحطوا بصمتهم سامسونج فيه في العالم الى الان اللي هو ال شو اسمه ده ال سيفتي اسيستنس. هذا وشو؟ اذا كان عندك مثلا ايمرجنسي مود، يعني مثلا سافرت انقطعت، صارت لك اي ظروف لا قدر الله، ما انت قادر تشحن جوالك لاي سبب، تشغل المود هذا. طبعا ما حيشتغل معاه غير شبكة الجوال المسج والاتصال. وفي خاصية جدا جميلة، اذا مثلا لا قدر الله هجم عليك قطاع طرق او ايا كان، في شيء اسمه سند هيلب مسج. ايش هذا؟ انه تضغط الزر حق الباور 3 مرات ورا بعض بنفس المدة، يقوم يرسل لك صورة مع اللوكيشن حقك ومكتوب على SOS، يعني الحقوني، لأربع أرقام ناس جدا مهمة في حياتك أو أقرب الناس ليك. فحنجرب هذا الشيء الآن. أنا دحين مقفل الجوال، وهذا جوال تاني ما بقول إيش هو، المهم فحأضغط هذه 3 مرات ورا بعض، 1 2 3. فمكتوب هنا sending help message، فحتطلع رسالة الآن هنا في جوال صاحبي اللي أنا مسجل رقمه emergency send message send. المفروض إنها طلعت هنا إيه. طلعت هنا I need help SOS، وهذا بالتاريخ. أضغط على الرابط اللي ترسل حيطلع له مكاني فين موجود في الدنيا. هذه الخدمة أنا ما عمري شفت زيها، والشيء جدا مفيد وحيفيد ناس جدا كثير بدون ما حد يدري. يعني لو قدر الله أحد جاء هجم عليك ولا حاجة ما يدري أنك أنت رسلتها، ويمديك ترسلها أكثر من مرة ورا بعض واحد داري. فهذا شيء جدا 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 خطير. من الأشياء الجميلة جدا، إذا أنت طفشت مثلا من حجم جوالك الكبير تقدر تسوي زي كده ويتصغر، وتقدر تستعمل كل مزايا الجوال جدا طبيعي. طبعا لو انتم جيتوا تلاحظوا هذا S5S، فنفس الحجم حق الشاشة تقريبا. فإذا وحشك الايفون وهو موجود في كل مميزات، وهنا الأزرار حق الصوت، وهذا إذا يدك صغيرة مثلا أو عندك مثلا طفل أو شيء بيستعمل الجوال يمديه يستعمله بيد واحدة، ما في حاجة اسمها الجوال جدا كبير، يمديك تكبرها طبعا تغير أماكنها وزي كذا. غير المزايا حق الاسبن، عندك مزايا جدا كثير وموجودة وحاطينها في إعلانات سامسونج، اللي هي انك تصور مثلا كلام موجود في ورقة يصير عندك منصوص في نص في النوت. عندك مثلا صورة تبى تقص، يعني مثلا سمارت سيلكت تبى تصور، تبى تنسخ مثلا الكلام هذا ايا كان، تبى تنسخ او تبى تسوي اي شيء. اوكي سمارت سيلكت، ما بضيع وقتكم دحين في هذا الشيء. من الاشياء اللي تغيرت في السوفت وير الجديد، اذا انت بتتصل مثلا ابغى اتصل على صاحبي، يطلع لي متى اخر مره كلمته وايش اخر رساله ارسلت له هي وش اسمه كل المعلومات. واذا مثلا انا قاعد اتكلم معاه مثلا انا رديت اوكي، اقدر اصغر الشاشه حق المكالمه واخرج برا واحركها من مكان لمكان زي كذا، واستعمل اي شيء ثاني موجود في الجوال عادي جدا، وافك السبيكر اقفله اسوي ميوت اقفل المكالمه، اقدر ارسل مسج وكول ثاني مره. في اشياء جدا 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 مختلفه في السوفت وير الجديد وجدا جميله. هذا غير الاس هيلث، هذا شيء كلام ثاني حيطول شرحه. البطاريه نفس حكايه الاس 5، اذا كانت عندك 20% يمديك تستعملها لمدة يوم كامل تقريبا. اوكي هذا كان يبغى له ابديت، سوينا له ابديت. فهذا الشيء اسمه جروب بلاي، يمكن كثير يعرفوه كثير ما ادري يعرفوه او لا. انا اسوي هنا كرييت جروب، انشاء مجموعه
فهنا اسوي جوين وهنا جوين، فهذول حينضموا معايا هنا، ما في الا انا مكتوب شخص واحد، فهذول قاعدين يسوي كونكتنج اهو، حيطلع هنا ثلاثه. فمثلا انا بسوي شير، اسوي شير ميوزك اوكي، فاحط مثلا اي شيء دن، فحتطلع الاغنيه هنا وهنا، اسوي زي كده زي كده، تشتغل الاغنيه هنا وهنا في نفس الوقت اللي انا امرت فيه من هنا انها تشتغل، يعني اسوي زي كده اشتغلت الاغنيه هنا، واقدر اتحكم بالصوت، واحد منهم مثلا الغي الصوت فيه اتلغى، هذا الثاني الغيه، اخلي الاثنين شغاله اوقفهم. فانت تخيل انه في مثلا 5-6 اجهزه سامسونج ممكن نسوي حفله فيها، هذا شيء بسيط المفروض انه يشتغل الصوت، بس ما ادري يمكن عشان فور مو مقتنع انه دول نوت ولا ايش ما ادري. عموما هذا شيء من الاشياء. وفي الاول شير، اذا مثلا عندك السمارت تي في تشبك النوت فور مع السامسونج تي في، ثلاجة، غسالة، كلها مع بعض وتتحكم فيها في نفس الوقت. فين الاول شير؟ يبغالي احمله. المهم في شيء جدا ثاني مهم اللي هو الحسابات اللي في الجهاز. اهم حسابين جوجل اكاونت وسامسونج اكاونت. ليش مهمة؟ سامسونج اكاونت عشان تطلع لوكيشن الجهاز لا قدر الله انسرق، ضاع، صار في اي حاجة تقدر منه تتحكم في الجهاز وفي معلومات الجهاز. جوجل اكاونت هذا يتحمل عليه ملفاتك الشخصية، من صور الى اسماء الى كالندر اللي هو المواعيد والاشياء اللي في الاجندة او الكالندر. هذه الحسابين جدا جدا مهمة، اهم من اي حسابات ثانية، هي اللي بتسوي لك ترانسفير لكل المعلومات. يعني انا قلت معلوماتي من النوت 3 على هذا الجهاز كلها بالحسابين هذه، سجلتها هنا كل شيء تنقل، حتى البرامج اللي انا محملها هنا اتحملت تلقائيا هنا، فبس ما علي الا ان اسجل في البرامج هذه. ايش حيفيدك النوت 4 اذا كان عندك نوت 3؟ سؤال وجيه. اول حاجة القلم اتحسن، الاس بن اتطور، السوفتوير حق الجهاز ممكن يكون هنا نفسه، لكن هنا في اشياء في الهاردوير بتدعم السوفتوير الجديد ما هي موجودة في النوت 3. الكاميرا اوضح، السيلفي، الكاميرا الامامية افضل كاميرا على الاجهزة حاليا في العالم، لانه هي اللي بتصور وايد سيلفي وبتصور بدقة 3.7 يعني almost 4 ميجا بكسل. ليش تتطور من 3 ل 4 زي ما قلت لكم؟ القلم، البطارية، السوفتوير، شكل الجهاز، في مميزات. في شيء جديد انا ما عجبني صراحة في الجهاز اللي هو الزر هذا اللي هو كان خيارات، دحين تضغط عليه يطلع لك البرامج اللي كانت شغالة. هذا شيء انا الى الان ماني فاهم، لو في شيء يلغيه انا حلغيه، لانه مرة ما هو عاجبني صراحة. الخيارات صارت كلها موجودة تلاقيها فوق كأنه ايفون، ماني فاهم يعني. الالوان في اسود زي هذا شاركول اللي هو اسود فحمي مو اسود اسود، اللون الثاني ابيض في بينكي بس ما هو موجود، ما اعرف ليش. اتوقع انه خلال السنة هذه حينزلوا اللي هو اسود من الاجناب ذهبي زي ما سووا مع النوت 3. اتمنى يكونوا استفدتوا بالمعلومات هذه، افدتكم، ولا تنسوا الشير واللايك وحطوا في الكومنت معلومات انا ما ذكرتها. شكرا.